أكثر من 80 عاماً قضتها أم محمد بين الحسرة على عمرها الذي مضى، بين الألم والحرمان، وبين حكومة لم تفتقدها طيلة حياتها، تصارع الذلة بعزة نفسها، تنتظر وتراقب بعين واحدة من يطرق الباب حاملاً ما يؤكل أو ما تجود به أنفسهم في وقت أصبح كالغابة يأكل قويها ضعيفها. أولاً دليلة ضعيفة، ما عندها حاجة، قاعد على رحمة الله، على اللي يرحم. اجوا اهل الحوزة شافوني، مرات يعطوني صرة تغذية بطل دهن بالسيارة، يعني مساعدة، يقضن ذن شوربة وتمنى مالي شنهي، لكن الطبيب يهجم هاي عيني لا شوبيها. المرض والألم يذكرانها عند نهاية الشهر الذي يشعرها بغصة دفع إيجار صعب المنال، ينجمع بين ابنها وأقاربها والبعض من جيرانها المتفقدين حالتها بين الحين والآخر. منزلها الذي يتهاوى بين أبسط لوازمه التي تسهل حياتها اليومية. الناس تعطيني، مرات هذا ابني هم عنده إيجار ويط وهم عيال، يذب علي 50، مرات يعطيه مرات ما يعطيه، يقول ما عندي شو اسوي لك، اكو الله، الله اللي يساعدك. اي الناس فيها رحم، فينا اشو بنطلع، هذا 5 هذا 10 هذا علقت، الله موجود ما يقطع. زين تبقين وحدك بالبيت حجيه؟ اي والله بالليل ابات وذر في الباب منا والضوء مشعول. ما أيوة. تخافين تبقين وحدك؟ ها؟ أول اللي أنا أموت يكسروا الباب يدفنوني. ابنتها التي تعاني الأمرين بين بعدها عن والدتها وبين حالتها التي لا تبتعد كثيرا عن أمها، وترفع أكفها للسماء بأنه هو الغني وهو المستعان عن الوضع الهوان. يعني أجي لها ساعتها، أخذها للطبيب، أجيب لها شيء محتاجها، تسخر بطاختها هي هاي، أجي أغسل معي يعني حاجة بيتها ساعتها، وأروح أجيب ماكو كل خميس الجزور بيوم اللي شفتك وأمر بيها، أقل خميس يعني ثلاثة أيام، يومين ثلاثة أيام، أي أدوار تخابر تقول تخربطت يعني أجي لها أشوف أنا. أي زي ما تشوفيها صعبة عليها مثلا كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام؟ أخذها لي لهناك يعني دوار، يعني اخذها لهناك لبيتي يومين ثلاثه تغسيل جوي. هكذا تقضي امهات العراق حسرتهم بالعيش الكريم باكثر دوله بالعالم لمواردها الاقتصاديه وما تحتوي من النفط، لقناه التغيير الفضائيه جاسم الهميم كربلاء.